إلى أي حد هذه المرأة كانت مسؤولة، لأنه اليوم الشخص مطالب أنه يكون مسؤول أيضا، ماشي نستعملوا التكنولوجيا بشكل عشوائي، في محاسبة قانونية، في محاسبة قضائية، في متابعات قانونية لكل المستمعين. اليوم أصبح لنا قانون يعرف بقانون الجريمة الإلكترونية، وهذا على الصعيد العالمي. بالتالي نحن لسنا في وحدنا في هذا العالم، ننتج أشياء لأنفسنا كأننا نغلق علينا غرفة وهكذا. المرأة اليوم هل تراها وأنت الباحث في علوم الاتصال والتواصل استعملت اليوتيوب والإنترنت وكل وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيفها، لوعيها، لما يفيدها، أم أنها أفلتت زمام العقل؟ هو في الحقيقة سؤال جوهري أستاذة فرحانة، لمجموعة من الاعتبارات، لعل من بين هذه الاعتبارات مدخل أساسي أتصوره مسألة أساسية للرقي بهذا النقاش إلى مستوى الإجابة على مجموعة من الإشكالات التي يمكن أن تطرح في هذا السياق أولا، وثانيا حتى لإعطاء المرأة حقها حتى لا تتعرض يعني للنقد اللاذع والغير منطقي والغير ممنهج والغير علمي. ثمة إشكالية مهمة يجب التوقف عندها، وهي تتعلق بالإطار المفاهيمي لهذا الرقمي. ما هو الرقمي؟ ما معنى الرقمي؟ ما معنى الرقمنة؟ ليس هناك يعني تعريف متفق عليه من طرف الخبراء والمختصين، ولكن بالرغم من ذلك كله فيمكن اعتبار على أن الرقمي هو رسالة إعلامية لا تهم الوسيلة التي يعني يتم اللجوء إليها واعتمادها لإرسال معنى معين إلى المتلقي، هذا باختصار شديد. والرقم أيضا يعني أن نقوم بتحويل مجموعة من البيانات والحقائق والمعلومات إلى المستوى الرقمي، إما رقم واحد أو صفر، وذلك لتخزينها في ذاكرة الحاسوب. بهذا المعنى فنحن مطالبين بالحديث ليس فقط عن ما ترسخ إلى حدود لحظات في ذهننا من أفكار بخصوص هذا الإنتاج الذي تنتجه المرأة على مستوى هذا الرقمي بين مستوجتين، وإنما أيضا نحن مطالبين بأن نذهب بنقاشنا وبفكرنا إلى أبعد من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال الرقمي يمكن أن يستمد شرعيته مثلا تلك الرسومات وتلك الرسومات الهندسية التي تنتجها مثلا يتم إنتاجها من خلال عملية احتساب اللجوء إلى الحاسوب، فهي تدخل ضمن إطار هذا المنتوج الرقمي. ولذلك أتصور على أن النقاش لكي يكون علميا ويكون منطقيا يجب أن يحدد إطاره، ولعلني أظن على أن الأفكار والآراء يجب أن تذهب في إطار مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه حينما نتحدث عن المنتوج الرقمي فالمفهوم إلى أبعد من ذلك بكثير، فلدينا منتوج رقمي نسائي خارق للعادة على المستوى العلمي من خلال دراسات ومقالات وبحوث وما إلى ذلك وأفلام وصور وإلى ذلك الكثير يمكن أن يقال مما ينتج.